السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يكون العافية شباب، إن شاء الله راح تكون عندنا محاضرة، هذه المحاضرة الأولى في شرح أو مناقشة المادة النظرية لمساق الهيدروليكا. طبعا إن شاء الله اليوم راح تكون عبارة عن مناقشة شابتر 3 بشكل كامل. راح ناخذ مجموعة من الأسئلة بتشرح مجموعة من الأفكار في شابتر 3. طبعا شابتر 3 أنتم أخذتوه كامل مع الدكتور، وصلتوا في شابتر 4، فيعني هذه المحاضرة إن شاء الله راح ناخذها، وراح يكون إن شاء الله بداية الأسبوع القادم او نهايته راح يكون عندنا كويز في شابتر 3. فهذه يعني هي المحاضرات، يعني راح تكون متفرقه، يعني مش تقريبا مش كل اسبوع او كل اسبوعين راح يكون عندنا محاضره شرح نظري، يعني كل فتره وفتره راح يكون عندنا ايش شرح محاضره. طيب شابتر 3 شباب بيحكي عن ايش؟ عندنا بيحكي عن الووتر فلو ان بايبس، اللي هو بشكل عام عباره عن ايش؟ سريان او تدفق الماء في الانابيب. طبعا شباب احنا كنا ذاكرين معادله برنول الكامله اللي احنا اخذناها وحافظينها، عباره عن ايش؟ عباره عن بريشر هيد زائد فيلوسيتي هيد زائد اليفيشن عند نقطة، حيساوي بريشر هيد زائد فيلوسيتي هيد زائد اليفيشن عند نقطة ثانية، طبعا ناقص الهيد بسبب البامب زائد الهيد بسبب التوربين زائد سميشن او اللي هو ايش التوتال لوسز. يعني طبعا شباب بشكل عام عشان نكون يعني بشكل مبسط ومباشر جدا، احنا كل شابتر 3 بتكلم عن انه كيف نحسب اللي هي الهيد لوس هذه التوتال لوسز هذه. طبعا التوربين والبامب خلاص مش راح نرجع نعيدهم تاني، اخذناهم في الوايش في الفلويد. طيب بشكل عام شباب طبعا التوتال لوسز بتنقسم عندنا لايش؟ بتنقسم عندنا لميجر لوسز وماينر لوسز. الميجر لوسز شباب بشكل عام هو سببها الرئيسي هو عباره عن ايش؟ عباره عن الفريكشن، بنرمز لها شباب بالرمز اتش اف. طيب بينما شباب عندنا اللي هو الماينر لوسز، عندنا لها اكثر من سبب واكثر من طريقه او فكره تم اللي هو ابتكارها لحساب هذه ايش؟ الماينر لوسز. طبعا احنا اهمها واللي هي المعتمدة عندنا في الحل تبعنا حتكون ادوار سوازبخ، او ما لو ممكن بدي اطلب منك الحل على مانينج او تشيزي او ستريكلر ممكن تكون برضو انت ايش؟ طبعا دكتور بطلب نحفظهم، وانه لو بدنا نستخدمهم نكون ايش؟ حافظين هذه المعادلات. بس احنا بشكل عام شباب يعني غالبية الاسئلة بتكون عندنا على ايش؟ على حل باستخدام معادلة دارسي وازباخ فورمولا. طيب معادلة دارسي يا شباب ايش القانون تبعها؟ بقول لك شباب الاتش اف حتساوي اف ال على دي في تربيع على 2 جي. او لها قانون ثاني، يعني لو عوضنا عن الفي بكيو على الاريا واختصرناهم مع بعض بيطلع لنا الشكل النهائي 8 في اف في ال في كيو تربيع على باي تربيع في جي في دي اس 5. طبعا زي ما احنا عارفين العناصر دي كلها فاهمينها، الاف عباره عن فريكشن فاكتور، ال عباره عن بايب لينك، الدي عباره عن دايمتر اوف بايب، الفي تربيع على 2 جي عباره عن فيلوسيتي هيد، الكيو عباره عن الفلو، يعني هذا بشكل عام. تمام. طيب عندنا شباب الفريكشن فاكتور اللي هو الاف، يعني العناصر هذه كلها شباب اغلبها بتكون يعني مباشره، الطول البايب، القطر، السرعه، اغلبها تكون مباشره. في عندنا الاف يا شباب الفريكشن فاكتور، كيف بنجيب يا شباب الفريكشن فاكتور هذا؟ هو يا شباب الفريكشن فاكتور راح تلاقوه موجود عندنا في السلايد، هو عباره عن فانكشن في شغلتين. الشغله الاولى يا شباب هي عباره عن ابسلون على دي، طبعا ابسلون عباره عن ايش؟ هو احيانا بنرمز لها ابسلون، احيانا بنرمز لها بالرمز اي. ابسلون او الاي عباره عن اللي هو عباره عن الرفنس، عباره عن درجه الخشونه يعني. طيب لو كان عندنا شباب احنا ورينولد نمبر، طبعا شغلتين هم ابسلون على دي ورينولد نمبر. الرينولد نمبر زي ما احنا عارفين راح نرجع القوانين، هاي موجوده عندنا تحت قوانين الرينولد نمبر، طبعا اخذناهم بس للمراجعه. طيب لو احنا شباب بشكل عام يعني فريكشن فاكتور قلنا هو فانكشن في شغلتين هذول. طيب في عندنا حالات له، طبعا لو كان عندك قال لك مباشره انه السؤال قال لك في نفس السؤال في نص السؤال قال لك ذا فلو از لامينار، يعني عندك الفلو لامينار، ما انا عارفين ايش يعني لامينار فلو، يعني شباب انه الرينولد نمبر قيمته بتكون اقل من 2000. بروح يا شباب بحسب الاف من العلاقه هذه، بقول انه عباره حيكون عندي اللي هو الاف او الفريكشن فاكتور حيساوي 64 على الرينولد نمبر، وباخذ القيمه بتطلع معي مباشره وبعوض في القانون اللي احنا اخذناه بالاعلى هذا تبع دارسي وايزباخ. الحاله الثانيه يا شباب ايضا لو قال لك انه السموث، يعني البايب عندك ايش؟ قال لك فيري سموث، يعني انه او اللي هو الفريكشن حيساوي ايش؟ زيرو، يعني اداك الايت حتساوي زيرو يعني. او النعومه عندك يعني 100% او انه الخشونه صفر، يعني الايت تساوي صفر. واعطاك ايضا قال لك انه الرينولد نمبر للمي او للفلو هذا ما بين 4000 و 10 اس 5، يعني اذا تحققوا الشرطين هذول يعني من الاخر مع بعض باخذ الاف عباره عن 0.316 على رينولد نمبر اس 0.25. غير هيك يا شباب راح يكون عندنا ايش؟ يعني كان عندك رينولد نمبر اكبر من 4000، ايش راح نسوي؟ راح ناخذ قيمه الفريكشن فاكتور شباب من اللي هو المودي دياجرام، من مودي دياجرام. طبعا مودي دياجرام اكيد الدكتور شرح لكم اليه استخدامه وراح نمر عليه سريعا الان ان شاء الله. طيب مودي دياجرام شباب بتكلم ايضا يعني بيكون قيم اف او بيعتمد على محورين او شغلتين اساسيات عشان نطلع قيمه الاف او الفريكشن فاكتور، اللي هو عباره عن ايش يا شباب؟ عباره عن الرينولد والابسلون على دي او الاي على دي.
نظرنا ليلى الناسي قانون الرينولد اخذناه عبارة عن ايش؟ عبارة عن رو ضرب الفي على دي على ميو، او عبارة عن ايش؟ في دي على الفي. طبعا الرو عارفينها اللي هي عبارة عن الكثافة، الفي عبارة عن السرعة، دي قطر، الميو عبارة عن الديناميك فيسكوسيتي. هنا الفي السرعة، دي القطر، الفي هذه الصغيرة عبارة عن كينيماتيك فيسكوسيتي. طبعا الكلام يوضح عنا هنا. طبعا شباب عندنا الفيسكوسيتي او الكينيماتيك فيسكوسيتي لها قانون بنحسبها من درجة الحرارة. يعني احيانا بيعطونا اياها، بكون معطينا القانون هذا وبعطيك درجة الحرارة، بتعوض في القانون هذا بنحسب مين؟ الفيسكوسيتي. بينما عندنا شباب ايضا زي ما قلنا اللي هو عبارة عن ابسلون على دي، عبارة عن ايش؟ رفنس هايت اللي هو درجة الخشونة. تمام؟ طبعا عمود الدياجرام للي يعني ما انتبهش او شغله، آلية استخدامه بشكل بسيط يا شباب، عندنا المحور واي اللي على اليمين، محور واي اللي على اليمين بيمثل ابسلون على دي، محور اكس بيمثل عندنا الرينولد نمبر، وعلى محور واي على اليسار بيطلع عندنا قيم الفريكشن فاكتور او الاف. طبعا كمثال يعني مثلا لو كان عندنا اللي هو ابسلون على دي بونت 0004 مع مثلا 10 او 6، بنيجي مع البونت 004 لعندما نصل اقبال العشرة او ستة، بناخد ايش؟ خط افقي لعندما نقطع محور واي، بناخد القيمة اللي بتقابل قيمة التقاطع، هذه بتكون عبارة عن الفريكشن فاكتور. ان شاء الله مع الاسئلة راح نشوف الشغلات هذه. طبعا بقول لك يا شباب انه مود دياجرام بتمثل في المعادلة هذه اسمها معادلة كولبروك، تلزمناش كثير معادلة. في يا شباب انه احنا عندنا بقول لك يعني يا شباب انه المعادلة هذه مهمة جدا، يعني مش فاكر ان احنا بندرس شغلة نظرية بحتة، لا بندرس شغلة نظرية يعني البرامج كلها معتمدات عليها، زي مثلا برنامج الووتر كاد بيعتمدوا على المعادلات هذه اللي احنا بندرسها، او على الصيغ اللي احنا بندرسها تاعت مانينج وتشيزي وستريكلر. في برامج بتبني فكرتها او فكره البرنامج او اليه عمله على احد هذه المعادلات. طبعا يا شباب بعد ما خلصنا هيك احنا حكينا بشكل عام عن الميجر لوسز وعن الماينر لوسز، ايش المعادلات اللي بتحسبها. طب ايش هي الماينر لوسز او من ايش بتنتج عند الماينر لوسز يا شباب؟ زي ما احنا عارفين من عباره عن من الفالز، طبعا هي تنتج نتيجه تغير في السرعه او في قيمه السرعه او اتجاهها. تمام؟ نتيجه تغير القيمه او الاتجاه للسرعه بنتج عندنا ماينر لوسز. نتيجه ايش يا شباب يعني بتغير اللي هي القيمه او الاتجاه؟ نتيجه وجود عندنا فالف او تي، يعني كوع فالف او تي، يعني كان عندنا سواء كوع او شبر ميه يعني حنفيه، او كان عندنا كونتراكشن او اكسبانشن يعني تمدد في البايب، زيادة في القطر او ضيق. كلام هذا كله ان شاء الله راح نشوفه في الامثلة ممثل. طبعا ايش قانون اللي بيحسب شباب الماينر لوسز او اللي هي عبارة عن الهيد الفقد في اللوسز الناتج من الماينر لوسز، عبارة عن ايش قانونها؟ عبارة عن كي في في تربيع على 2 جي. طبعا شباب الكي عبارة عن ثابت، الثابت بيختلف حسب نوع اللي هو ايش المسبب للماينر لوسز هذه. طبعا احنا حتكون اخذنا كل الانواع كلها مع دكتور خليل، بس يعني في عندنا هنت هنا او جدول يعني موضح ملخص لشوي منهم. طبعا شباب اللي بدنا نحفظه من الكي هذا من قيم الكي بدنا نحفظ قيمتين اساسيات، اذا كان قال لك شارب ايدج وانترنس مدخل، شباب لما نقول انترنس واكزيت كله بالنسبه للبايب، يعني اذا المي بتطلع من البرميل تدخل في البايب بنسميها انترنس، بتطلع من البايب تدخل في البرميل بنسميها هذه ايش؟ بنسميها اكزيت. تمام يا شباب؟ يعني كلمة انترنس واكزيت بالنسبة لمين؟ بالنسبة للبايب نفسها مش بالنسبة للبرميل. طيب فبدنا نحفظ، قال لك انه عندك هنا شارب ايدج وانترنس تاخذها مباشرة عندك نص لو ما اعطاك اياها الكي، بالنسبة لاي نوع اخر من الاكزيت يعني حيكون عبارة عن ايش؟ 1 قيمة الكي. ان شاء الله مع الامثلة كل هذه الشغلات راح نطبقها وراح نستخدمها. نيجي نبدا في المثال الاول. المثال اللي شباب ايش بيحكي عنه؟ بقول لك ان شون فيجر بلو، بقول لك ذا سمولر تانك از 50 متر ان دايمتر، بقول لك انه قطر الخزان الصغير شباب 50 متر. طبعا عشان اكون صريح من الاول معلومه للتضليل هذه بتلزمناش ولا في حاجه. تمام؟ طيب بقول لك شباب فايند ذا فلو ريت، بده تحسب له شباب ايش؟ كيو. بقول لك اسيوم لامينر فلو، قال لك شباب هي في السؤال لاحظ ايش قال لك؟ قال لك لامينر فلو، لامينر يبقى ايش بدي اعرف؟ بدي اعرف انه قيمه اف بديش اروح عمودي، لا في عندي اللي هو المعادله الصغيره بحسبها 64 على الرينولد نمبر. شباب قال لك هنا ايش؟ ايضا نيجليكت ماينر لوسز، يعني اهمل اللي هو ايش؟ الماينر لوسز، يعني بسهل علي قاعد في السؤال. وهنا شباب اعطاني اللي هو ايش؟ الميو، واعطاني ايضا ايش؟ الرو. مباشره شباب اول شيء بمسك السؤال نتفه نتفه، اول حاجه بطلع ايش المعلومه، اول معلومه اعطاني اياها، اعطاني انه لامينر فلو، بقول ان دي اف مباشره حتساوي 64 على رينولد نمبر، يبقى بدي احسب الرينولد نمبر قديش حيساوي عندي؟ حيكون الرينولد نمبر حيساوي رو في 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 دي على الميو، الرو هي معطيني اياها 788، الفي اللي هي السرعه داخل البايب هذا مجهوله بخليها زي ما هي، في اللي هو الميو 1.2 × 10 اس
او اسف في اللي هي في الدي اللي هو عباره عن قطر البايب، هي وقديش عندنا 2 ملم، نحول للمتر 2 في 10 اس سالب 3 على الميو هي 1.6 في 10 اس سالب 3. هي انا هيك حسبت شباب مين، حسبت الرينولد نمبر، بروح بعوض في الاف هنا حنقول 64 على الرقم هذا. طبعا انا لو اختصرت الرينولد نمبر يعني بدلت الفي بيطلع عندي اللي هو 1313.33 في، بروح بعوضها ثاني هنا 64 على 1313.33 في، فبتطلع معي 0.0487 على في. هذه شباب عباره عن ايش، انا بس لسه جبت قيمه الاف بدلاله الفي، خليها بدلاله الفي. طيب ايش القانون اللي راح نحل عليه يا شباب؟ راح نقول التوتال هيد عند واحد حيساوي توتال عند هيد عند اثنين زائد ايش؟ اللوسز، تمام؟ اللي هو المعادله الاساسيه هذه راح نطبقها. طبعا شباب احنا عندنا هذول الاثنين يعني الاثنين ريزرفوار هم، او يمكن الخمسين يعني بس للدلاله على انه شيء كبير، خزان كبير، مش بالحجم يعني الشيء مش بالصوره يعني اللي احنا شايفينها. فاساس انه يقول لك شباب انه طبعا يعني تغير في السرعه اساس انه هو اللي يصير زير، لانه هو على الاوبن يعني على الضغط، بالنسبه لنا الضغط مباشره صفر، بس كيف بدي اخلي السرعه صفر؟ فقلنا انه قطره كبير جدا، يعني تغير في السرعه او سرعه اللي هو ارتفاع وانخفاض السطح قليل جدا، هم يعتبرها زيرو. طيب يبقى صار عندنا برشر هيد زيرو، فيلوسيتي هيد زيرو عند واحد زائد اليفيشن، بدي اخذ المرجع تبعي يا شباب مين؟ المرجع بدي اخذه عند نقطه اثنين هنا، فقديش راح يكون عند الاليفيشن اللي هي البوند 4 والبوند 6 يبقى واحد، تمام؟ هاي الكلام بعوض فيها يو هنا، صفر برشر هيد، صفر فيلوسيتي هيد، البوند 4 زائد بوند 6 اللي هو واحد يعني حتساوي، عند نقطة 2 الفيلوسيتي هيد قديش؟ زيرو، برشر هيد قديش؟ زيرو. الاليفيشن قديش حيكون؟ برضه زيرو، تمام يا شباب؟ زائد وضل عندنا مين؟ الهيد لوس، خليها زي ما هي كامل الهيد لوس يعني ميجر وماينر، حتكون عندنا ايش حتساوي؟ السمشن هيد لوس حتساوي الواحد اللي طلع معنا من هنا، تمام؟ هاي طلعت قيمة الهيد لوس. الحين الهيد لوس يا شباب ايش قانون عندي؟ اللي هو اتش ام زائد اتش اف يعني الماينر والميجر. الماينر قال لي اهملها في السؤال، بضل عندي ايش يا شباب؟ الميجر لوسز. الميجر لوسز ايش قانونها يا شباب؟ اللي هو اتش اف ايش حتساوي؟ اف في ال على دي في تربيع على 2 جي، ايش حتبدا تساوي؟ الواحد، تمام؟ لاحظوا يعني هي انا احنا وين ماشيين عشان ما نتوش يعني، عوضنا في المعادله تاعت برنولي. كلها اصفار ما فيش فيها غير زد واحد فيها لها قيمه، والهيد لوس خليناها زي ما هي، فطلعت معنا الهيد لوس حتساوي واحد. جينا الهيد لوس يا شباب فيها ميجر وماينر، الماينر قال لي اهملها، طلع عندي الميجر لوسز، يبقى هذا الواحد ايش حيساوي؟ حيساوي الميجر لوسز. طب في عندي قانون للميجر لوسز، ايش هي؟ عباره عن ايش؟ عباره عن اف ال على دي في تربيع 2 جي، فهذه بسويها بمين؟ بسويها بالواحد. طيب نجي نعوض الاشياء المعلومه عندنا، واحد حيساوي الاف، الحين راح اجيبها من فوق، خليها زي ما هي ايش؟ مجهوله. ال الطول تاع البايب، لاحظوا شباب طول البايب برضه بخربط، اوعك تروح تجيب طول البايب من عند بوينت 4 و1 تقول 1.4، لا. لاحظ البايب مش واصل للاخر، هو عباره عن البوينت 8 زائد بوينت 4 يعني 1.2، تمام؟ طيب هاي 1.2 طول البايب على القطر تبعه عندنا 2 ملم، بحوله لمتر، بوينت 0.02 في تربيع على 2 جي، السرعه انا مش عارفها، خليها زي ما هي مجهول، على 2 جي 2 ضرب 19 ضرب 9.81 بيطلع 19.62. هذه شباب المعادله فيها مجهول مين؟ الاف والفي تربيع. والمعادله الاولى اللي جبناها تبعت اللي هو الاف او الفريكشن فاكتور قديش ايش كان فيها مجهوله؟ الاف والفي. يبقى صار عندنا شباب معادلتين بمجهولين، بحلهم بطلع قيمه في، بتطلع معي قيمه الفي يا شباب قديش؟ 0.671 متر على السكن. طبعا انا بديش في، بدي الفلو ريت، كيف راح اجيبه؟ اللي هو عباره عن كيو، يعني الكيو عباره عن اي ضرب الفي. الاريا لو مساحه قطر البايب عباره عن باي على 4 دي تربيع، باي على 4 في الاثنين بس بدي احولها بتصير 2 من 1000 تربيع. ضرب السرعه هي السرعه عندي، فبيطلع معي قيمه الكيو حتساوي 2.1 في 10 سالب 6 متر على السكند، متر مكعب على السكند. هذه قيمه الفلو. هيك بنكون خلصنا السؤال الاول يا شباب. يعني شباب السؤال الاول سهل جدا ونمطي، يعني ما فيش فيه ابتكار ولا حاجه. نيجي على السؤال الثاني نشوف افكار جديده. بقول لك يا شباب اي نفورم بايب لاين 5000 متر لونج، بقول لك يا شباب طول البايب هذا عباره عن ايش؟ الطول 5000 متر، القطر شباب 200 ملم يعني 2.1 متر. بقول لك شباب اند رفنس سايز اوف 0.03 ملم يعني شباب قيمه ابسلون او الاي 0.03، بقول لك كونفيز ووتر ات 20 درجه ثلوزيه، بقول لك انه بيحمل ماء بدرجه قديش؟ او عند درجه 20 درجه ثلوزيه. قال لك شباب الفيسكوسيتي حتساوي 1.003 في 10 اس سالب 6 متر مربع على السكن، اعطاك اللي هي ايش؟ الفي الكينيماتيك فيسكوسيتي. قال لك بتوين تو ريزرفوارز، قال لك انه هذا ريزرفوار وهذا ريزرفوار، يعني عشان لما تاخذ توتال عند هذا تساوي توتال عند هذا تعرف برشر او تعرف الفيلوسيتي تساوي ايش؟ زيرو. طيب ايش قال لك يا شباب هنا؟ قال لك ذا ديفرنس ان ووتر ليفل بتوين ذا ريزرفوار از 50، قال لك فرق المنسوب ما بين اللي هو الريزرفوار هذا وهذا 50 متر.
like include all minor losses in your calculation. يقول لك خذ في عين الاعتبار الماينر لوسز. ايش طلب ان نحسب؟ قال لك determine the discharge، احسب لي قيمه كيو يعني الفلو. معطينا شويه معلومات الشباب هنا، قال لنا ايش؟ يقول لك the valve produce head loss عباره عن ايش يعني، كان بده يعطيك قيمه الكي، فاعطاك القانون كامل، قال لك 10 في تربيع 2 جي، المفروض يعطيك 10 وخلاص، انت بتعرف 10 في تربيع 2 جي. يقول لك and entrance to and exit from pipe are sharp. بقول لك شباب انه الانترنس والانترنس عشان تعرف انه الانترنس نص يعني الكي، قال لك انه شارب، شارب اجي خلاص حفظناها نص. الانترنس عرفناها ايش مباشره برضو ايش؟ واحد دائما. طيب كيف راح نبدا حل يا شباب؟ حنقول توتال هيد عند واحد، حنسوي توتال هيد عند اثنين زائد ايش؟ الهيد لوس او التوتال هيد يعني. طيب برشر هيد عند واحد زيرو، ليش؟ مفتوح على الاتموسفير فالضغط صفر. فيلوسيتي هيد يعني في تربيع 2 جي برضه زيرو، ليش؟ ريزرفوار تغير سطح صغير جدا زيرو تقريبا. زائد الزد واحد، ليش راح ناخذه شباب؟ راح نفرض انه اللي هو ديتم او المرجع تبعنا عند 2 هنا، فقديش بصير الارتفاع تبع اللي هو سطح رقم واحد؟ 50. يبقى هاي 50 حتساوي فيلوسيتي هيد والبرشر هيد عند السطح الثاني برضه زيرو لنفس السبب. زائد يا شباب اللي هو ايش؟ الاليفيشن حيكون عندك ايش؟ زيرو، ليش؟ لانه الديتم على اللي هو ايش؟ على اللي هو السطح الثاني، فالاليفيشن تبعه زيرو. زائد الهيد لوس اللي احنا راح نحسبه، فنقول الهيد لوس ايش حيساوي؟ بيطلع عندنا 50. طيب الهيد لوس يا شباب زي ما قلنا القانون الاساسي تبعنا بيتكون من اتش اف زائد اتش ام، اللي هي عباره عن ميجر لوسز او فريكشن زائد اتش ماينر لوسز، تمام؟ طيب بدنا نمسك كل واحده فيهم لحالها ونحسبها يا شباب. الاتش اف ايش قانونها عندنا؟ عبارة عن F L على D في تربيع على 2 G. ال F مش عارفين الفريكشن فاكتور، خليها على شقة. ال L هنعوض 5000، ال D قطر تبعنا 200 ملم حولها لمتر بيطلع عندنا موت 2. في تربيع على 2 G، في تربيع على 2 اللي راح تصير عبارة عن ايش؟ 2 G 19.662. بخليها بجمع هالمعادلة بتطلع معي عبدالة ال F وال V 1274.21 F في V تربيع. خليها روح على الماينر لوسز. الماينر لوسز يا شباب ايش عندنا ماينر لوسز؟ عندنا ثلاث شغلات ماينر لوسز، اللي هي عباره عن الانترنس هنا يعني دخول الميه داخل البايب هذا، الفالف رقم 2، والاكزيت اللي هو خروج الميه من البايب رقم 3، كل هذه بتعمل عندي ماينر لوسز. كل واحده ايش القانون تبعها؟ هنا كيف في تربيع 2 جي، وهنا كيف في تربيع 2 جي، وهنا كيف في تربيع 2 جي، تمام؟ الكي بس اللي راح يختلف، الفي في واحده، ليش؟ القطر نفسه والفلو نفسه في البايب، فخلص حتكون عندي في واحده يعني اللي هعوض فيها. نيجي نعوضهم واحدة واحدة لحنا هنا شباب، حيقول هي عندنا أول واحدة اتش انترنس، يعني الهيد لوس الماينر اللي نتج من مين؟ من الانترنس. كي انترنس مضروب في ايش؟ في تربيع 2 جي. طبعا هنا كاتب لك بما انه شارب اتش يبقى الكي حتساوي قديش عندنا؟ نص، عوض نص، الفي مش عارفينها، 2 جي 19.62. اختصرها مع بعض مع بعضها هنا يعني شباب ايش راح تصير عندنا؟ في تربيع حتكون عبارة عن اتش انترنس حتساوي 0.0255 في تربيع. اور اكزيت نفس الطريقة راح نقول عبارة عن كي اكزيت في تربيع 2 جي، طبعا كي واحد، انا اكزيت قلنا دائما مباشرة اكزيت واحد، في تربيع مش عارفينها 2 جي حتصير عبارة عن ايش؟ عبارة عن 19.62. بنعمل واحد على 19.62 بتطلع معنا قديش؟ فاصلة 0.51 في تربيع. طيب ضل عندنا يا شباب مين؟ الفالف، الفالف الكي تبعتها قديش؟ 10، في الفي تربيع 2 جي، الفي مش عارفينها 2 جي بتصير عندنا ايش؟ 19.62. باختصار بيطلع معنا ال H valve حتساوي 0.51 في تربيع. جمع ال H minor ال H M اللي هي minor losses يعني مع بعضها ايش حتصير عندنا؟ اللي هي عباره عن فاصلة 0.255 زائد فاصلة 0.51 زائد فاصلة 0.51، واخذنا ال V تربيع عامل مشترك، اخذنا ال V تربيع عامل مشترك من الثلاث قيم السابقة. فبيطلع معنا عبارة عن قديش يا شباب؟ عبارة عن 0.5865 في تربيع. هذه شباب قيمة ال HM، بنروح نجمعها هي والماينر لوسز وبنسويهم بمين؟ بنسويهم بال 50 اللي جبناها من توتال هيد عند واحد نسوي توتال هيد عند اثنين. فبيطلع معنا شباب 50 حتساوي، طبعا شباب هي يعني التسميات نفسها يعني هي في واحدة سرعة واحدة، فبقدر اجمع الماينر لوسز والميجر لوسز يا شباب، بس في واحدة فيهم ايش يا شباب؟ فيها قيمة F، فيها F. فأنا ايش راح أسوي يعني يا شباب؟ راح آخذ الفي تربيع عامل مشترك وأخليها على طرف لحالها وأخلي الباقي المعادلة على الطرف الثاني اللي فيها ال F، تمام؟ طبعا بخلي الاف على الطرف الثاني وبحاول اجيب قيمه الاف. كيف راح نجيب قيمه الاف يا شباب؟ هنا بدنا نستخدم شباب مودي دياجرام. طيب مودي دياجرام على ايش بيعتمد يا شباب؟ بيعتمد على ابسلون على دي وعلى رينولد نمبر. طيب ابسلون على دي كيف نجيبها؟ معطيني هو الاي او الابسلون والدي معطيني اياه، بروح بعوض ابسلون على دي بيطلع معي قديش؟ 0.3015.
الشغله الثانيه رينود راح نحسبها تحت، المفروض نحسبها في من البدايه ونخليها ايش، نخلي الدي نخلي السرعه فيها مجهوله، نعتبر انه حسبناها شباب برضو حتضل مجهوله يعني مش حنقدر نجيب منها قيمه. فايش راح نسوي شباب؟ راح نروح نستخدم القيمه هذه بس نبدا فيها تخمين لقيمه لا اف يعني، او فرض قيمه لا اف. تمام؟ طبعا شباب يعني ده النصيحه مكتوب الكلام هيو هنا، انه دائما بنبدا اذا كان معنا موجود ابسلون على دي موجود القيمه هذه معنا، بروح باخذ اول قيمه بافرضها، بفرضها القيمه المقابله للرقم هذا على محور واي. يعني بوينت 3.015 نشوفها وين؟ هي عندنا بوينت 3.015. باخذ شباب القيمه المقابله لها مباشره، بعمل خط افقي والقيمه اللي بتقطع محور واي على الصيد اللي هو الشمال يعني على اليسار هنا لقيم اف، باخذ القيمه هذه. هذه اول قيمه مفروضه، طبعا هذه شغله تقريبيه، يعني ممكن تفرض انت قيمه اعلى او اقل وتطلع صح يعني معك مباشره. طيب نعتبر شباب انه احنا فرضنا بوينت 0.128 هذه اول قيمه، راح نعوضها وين يا شباب؟ راح نعوضها في القانون هذا، راح تطلع معنا قيمه لمين يعني؟ قيمه لفي. طبعا لما اعوض قيمه لفي يا شباب كيف بدي اتاكد انه اول قيمه فرضتها صح ولا غلط؟ بروح بعوض في رينولد نمبر، ومعي ابسلون على دي ثابته ما بتتغيرش، فبروح بجيب اف جديده. ومن اف الجديده يا شباب برجع بحسب الفي، اذا طلعت الفي نفس اول فرض بوقف، الفي بتختلف بكمل تخمين ثاني بالقيمه الجديده اللي طلعت معي في، بروح بحسب منها رينولد نمبر جديد. ومن الرينولد نمبر الجديد والاي على دي بجيب قيمه جديده لاف، وبحسب قيمه ثانيه لفي، اذا طلعت نفس الفي اللي قبلها بوقف. نفس السرعه بوقف، نفس السرعه بضل اكرر في نفس العمليه. طبعا احنا اول مره اخذنا قديش قلنا؟ 0.128، هينا عوضناها هنا 0.128 هيها. طلع معنا شباب قيمة السرعة قديش؟ 2.96 قيمة السرعة متر على السكن. طيب بعد هو هذه السرعة مربع السرعة، السرعة ايش راح تساوي؟ جيب الجذر ليها بتطلع معنا قديش؟ 1.72 متر على السكن. هذه شباب قيمة في، عشان اتاكد منها صح ولا غلط ايش بدي اسوي؟ بدي اروح اعوض في الرينولد، الرينولد عبارة عن ايش؟ في دي على في. الفي هذه الفسكوستي معطيني اياها في السؤال، عوضناها زي ما هي، الفي السرعة هي طلعت معنا 1.72 في الدايمتر عبارة عن ايش؟ 0.2. طلعت معنا شباب قيمة للرينولد نمبر. ومعي ابسلون عادي ثابته من قبل ما تغيرتش اللي عباره عن ايش؟ 0.315. بروح شباب عمين عمودي دياجرام، هاي كاتب لك ايش سهم عمودي يعني بنذهب الى ايش؟ الى عمودي دياجرام. بنجيب قيمه جديده لاف يا شباب، قديش طلعت معنا قيمه اف؟ 0.016. بنعوض فيها وين شباب؟ في معادله الفي اللي هي هذه المعادله، يعني بنعوض الحين البوينت 0.016 بنعوضها وين؟ بنعوضها هنا، تطلع معنا قيمه جديده لفي تربيع بنجيب منها الفي، تطلع معنا قديش الفي؟ 1.54. هلا شباب 1.54 هي نفسها 1.72؟ لا، يبقى بدي اروح ايش اسوي؟ احسب الرينولد نمبر مره ثالثه. فبنحسب الرينولد نمبر يا شباب بيطلع معنا قديش؟ عباره عن 3.1 في 10 اس 5، ومعي ابسلون على دي ما تغيرتش هيها، بروح عمود الدياجرام ثاني بجيب قيمه اف جديده قديش راح تطلع معنا؟ عباره عن 0.016. 0.106 يا شباب بحسب منها الفي، بتطلع معنا الفي قديش يا شباب؟ يعني معوض هنا وبطلع معي في تربيع، بجيب منها الجذر بطلع معي الفي، بتطلع معي قديش يا شباب؟ 1.54، 1.54. نفس القيمة اللي جبتها قبلها 1.54 زيها، يبقى خلاص بوقف، بقول هذه هي قيمة في الصحيحة. طيب هالحين أنا خلصت شباب جبت قيمة في، يبقى هيك خلصت الحل تبعي، إيش طلب هو كان مني؟ الفلو. الفلو بدي أجيب يعني إيش؟ أي ضرب الفي، مش بكفيش يعني أجيب الفي، فراح أقول أي ضرب الفي حتساوي الاريا حتطلع عندي باي على 4 دي تربيع، باي على 4.2 تربيع، في الفي عباره عن قديش؟ 1.54 اللي هي القيمه الصحيحه، تمام؟ حتساوي 0.483 متر مكعب على السكن، تمام؟ الحل يعني شباب ممكن طويل شويه ولكن شغل يعني حل نظامي، ما بتغلبش فيه، فيش فيه لف ودوران. نيجي على السؤال رقم 3 شباب. يقول لك شباب the pipe shown in the figure below contain water flowing at a flow rate of 0.065 متر مكعب على السكن، يعني شباب قايل لك انه في عندنا فلو كيو قيمته 0.065 متر مكعب على السكن. بقول لك شباب the difference in elevation between point A and point B is 11 متر، بقول لك الفرق بين المنسوب بين اللي هو عامل لك اياه المنسوب هي الفرق بين نقطة A ونقطة B 11 متر elevation. طيب ايش طلب منا يا شباب؟ قال لك for the pressure ميجرمنت شون بالنسبة لقياس البرشر الموضح في الصورة، ايش طلب منا؟ A what is the direction of flow، ايش اتجاه الفلو، اتجاه السريان يعني، هل هو من A إلى B ولا من B إلى A؟ مطلوب مثلا شباب قال لك what is the total head loss between point A and B، بدي يجيب لي ايش؟ summation H L بدك تجيب لي اياها، يعني الميجر والمنر مع بعض. طبعا شغلة سهلة يا شباب مش سهلة، مطلوب مثلا شباب ايش طلب منك؟ what is the diameter of the pipe، ايش قطر البايب؟ طيب شوف مباشرة أول حاجة ابدا في المطلوب الأول عبارة عن ايش؟ عبارة عن إنه أحدد له اتجاه السريان تاع الفلو، اتجاه سريان الماء أو الفلو تاع الماء.
من وين لوين يا شباب؟ كيف راح احدده؟ بكل بساطه شباب عندنا الفلو او التدفق بكون عندك من التوتال هيد او من الهيد الاعلى للهيد الاقل، فانا بدي احسب الهيد الاعلى وين واقول من عنده الى ايش الى الاقل. يعني بكل بساطه شباب انا ايش بدي اسوي؟ بدي احسب الهيد او التوتال هيد عند 2 واحسب التوتال هيد عند مين؟ عند واحد او اي عند بي يعني. طيب كيف راح نحسبه شباب؟ عباره عن برشر هيد زائد فيلوسيتي زائد اليفيشن عند اي، ونفس الشغله عند بي، وبقارنهم مع بعض. اللي عنده اكبر بقول من عنده الى ايش الى النقطه الثانيه، هذا هو ايش اتجاه السريان. طب احنا نيجي نعوض، هي عندنا اللي هو من النسبه لنا للنقطه اي برشر هيد زائد فيلوسيتي زائد اليفيشن. برشر هيد ايش حيساوي؟ عندي قراءه الضغط جاهزه، قراءه الضغط هي مدينها على ايش على الرسم 2.5 ATM يعني اتموسفير. قديش حيساوي باسكال؟ اضرب في 10 اس 5 هي 2.5 في 10 اس 5 على رو في جي اللي هي 9810 زائد في تربيع على 2 جي. طبعا شباب في تربيع على 2 جي هو عباره عن سرعه في البايب هذا. طيب في تربيع شباب على 2 جي، خلينا اسبق الكلام. الفي تربيع 2 جي طبعا زي ما انتم شايفين فيش عندنا غير بايب واحد، والسرعه حتكون نفسها. يبقى في تربيع 2 جي بالنسبه ل النقطة A وبالنسبة للنقطة B متساويات، فخلاص بدخلهم مش في الحسبة عند المقارنة، ما دام هذه القيمة مساوية هذه القيمة بحذفهم. طيب ضل عندي شباب مين؟ الإليفيشن. الإليفيشن أنا إذا أخذت الديتم اللي هو عبارة عن عند النقطة A، فقديش الإليفيشن للنقطة A؟ زيرو. هاي الكلام اللي بحكيه هيو عندنا صار عبارة عن 2.5 في 10 أس 5 على 9810 زائد، هذه بدنا نحذفها بدناش ندخلها في الحل. وهذه زيرو، فبيطلع عندنا قيمة اللي هو التوتال هيد عند A قديش راح يساوي؟ 25.484. طيب عند البي نفس الشغله، عند قراءه الضغط معطيك اياها على الساعه 2 في 10 اس 5 9810 زائد الفيلوسيتي هيد قلنا ايش بدناش ندخلها الحسبه لانها نفس الاي نفس السرعه اللي عند A زائد الاليفيشن. شباب بيفرق عندنا هنا الاليفيشن، هاي لاحظوا الاليفيشن قديش عندنا عند B؟ 11، فراح نحط اللي هو ايش 11. لو حسبت على الحسبة شباب بيطلع عندنا قديش، هذه عبارة عن 31.39. يبقى وين التوتال هيد الأعلى شباب؟ عند مين؟ عند النقطة B. يبقى اتجاه السرايا من وين لوين يا شباب؟ من عند البي لعند الـ A، تمام؟ زي ما قلنا هذه وهذه بدناش ندخلهم في الحسبة لأنهم قيمتين متساويات، هي كلام مكتوب عندنا هنا، تمام؟ في A بتساوي في B. يبقى يا شباب مين الهيد الأعلى؟ عند B، يبقى اتجاه السرايا من B إلى A، تمام؟ طيب هذا أول مطلوب خلصنا حله. المطلوب الثاني شباب ايش بده منا؟ نحسب اللي هو ايش؟ التوتال لوسز. كيف نحسبها يا شباب؟ حنقول برنولي المعادله الكامله للبرنولي توتال عند A حيساوي توتال عند B. طبعا بس في الحاله هذه شباب بدك تحط عند مين الاعلى الى الاقل زائد اللوسز، فراح نقول توتال هيد عند ال B زائد عند ال A زائد اللوسز، تمام؟ او اسف توتال عند ال B حيساوي توتال هيد عند ال A زائد اللوسز. عند ال B اللي هي حسبناها جاهزه يا شباب حتساوي ايش؟ 31.39 حتساوي توتال هيد عند ال ايش حيساوي؟ اللي هي 25.484 زائد الهيد لوس. بطلع عندنا الهيد لوس ايش حتساوي؟ نقلب ال 25.484 نقلبها على الصيد الثاني، نختصرها مع 31.39 نطرحها يعني منها، بطلع عندك الهيد لوس كامل ايش حيساوي؟ 5.9. هيك نكون خلصنا المطلوب بي يا شباب. طبعا زي ما قلنا اللي هو ايش؟ الفي تربيع 2 جي للاي وللبي متساويات فبنحذفهم. نعم، نيجي على المطلوب الثالث يا شباب. ايش طلب عندنا المطلوب الثالث؟ قال لنا المطلوب الثالث انه بدنا انه هو نحسب الدايمتر للبايب، نحسب القطر للبايب. طبعا هنا شباب ايضا اللي هو ايش؟ معطينا شويه معلومات، يعني الاي معطينا اياها، طول البايب معطينا اياه، وايضا اللي هي الفيسكوستي معطينا اياها، كلمه الفيسكوستي معطينا اياها، يعني هذه المعلومات موجوده عندنا ما حكيتهاش. طيب كيف يا شباب راح نحل؟ بنفس الطريقه حنقول عباره عن ايش؟ اللي هو عباره عن اللهم صل على سيدنا محمد، بدنا نحسب القطر. من وين راح نجيبه يا شباب؟ راح نقول سميشن هيد لوس طلعت معنا قديش حتساوي؟ 5.9. اللوسز بتنقسم عندنا لايش؟ لماينر ولميجر. طبعا يا شباب هنا النو ماينر ما ذكرليش الماينر لوسز يا شباب، فانا بهملها، يعني ما اعطانيش قيم الكي، ما قاليش انه يعني في عندي اكزيت وفي عندي انترنس، بس ما قاليش احسبها يعني. او يعني ما قاليش انه في هنا انترنس او اكزيت، فخلاص يبقى مباشره انا ايش؟ ما ذكرش سيره الماينر لوسز بعتبرها مش موجوده. فبصير عندي لوسز كلها عباره عن ايش؟ عباره عن التوتال لوسز عباره عن ايش؟ الماينر عباره عن الميجر لوسز. فراح يقول يعني ال 5.9 ايش حتساوي؟ اف ال على دي في تربيع على 2 جي، تمام؟ طيب هاي سويها، هاي الكلام اللي بحكيها هنا 5.9 حتساوي الاف في في تربيع في اف ال على دي في تربيع على 2 جي. الاف فريكشن فاكتور مش معطيني اياها، ال طول معطيني اياه في السؤال 50، والقطر انا بدي احسبه، الفي تربيع برضه مش معروفه عندي على 2 جي اللي هي عباره عن 2 ضرب 9.81 بتطلع لنا 19.62. طيب بعد هيك شباب انا ايش بدي اسوي؟
بدي اروح اعوض عن الفي بكيو على الاريا. ليش؟ عشان اخلي المعادله كلها شبه هيك، صار عندي كانه ثلاث مجاهيل الاف والدي والفي. بينما انا لو عط عن الفي بكيو على الاريا بقدر اخلي المعادله بدلاله اف ودي، يعني مجهولين لحالهم بس. فهي قيمه الفي ايش حتساوي؟ كيو على الاريا، الكيو معطيني اياها في السؤال، على الاريا باي على 4 دي تربيع. باختصرها مع بعضها بتطلع معي الفي قديش حتساوي يا شباب، او حنجيب في تربيع جاهز على اساس انه نعوض في تربيع هنا. تطلع معنا الفي تربيع حتساوي 6.85 في 10 اس 5 على دي اس 4. بارجع هذه وين بعوضها يا شباب؟ بعوضها هنا. طبعا بجمع السؤال بيطلع عندي 5.9 حتساوي اف مضروب في 0.00174 على دي اس 5. تمام شباب، بطلع الدي على السايد لحالها، فبيطلع يعني لما اعدل المعادله يعني بتطلع معي الدي حتساوي 0.124 في اف اس 5. هذه شباب عباره عن ايش؟ عباره عن يعني هي منها بدي احسب انا قيمه الدي. طبعا شباب قيمه الدي بدها اف، الاف من وين بدي اجيبها؟ قلنا بتعتمد على ايبسلون على دي، وبتعتمد على الرينولد نمبر. بس لو كنت لاحظ شباب عندي ايبسلون على دي، الدي مجهوله، الرينولد نمبر مولود فيه في قلبه ايش؟ مولود في قلبه الدي، يعني مش حقدر انا اخذ قيمه ابدا منها على ايش؟ مودي دياجرام. فبروح بفرض اي قيمه من قيم ايش؟ الاف. يعني طبعا احنا عارفين الاف بتراوح الرينج تبعها يعني او اقصى قيمتين لها من بوينت 1 من بوينت او 1 لبوينت 1. تمام، يعني بفرض اي قيمه بين هذول القيم من بوينت 1 او 1 من بوينت او 1 لعند بوينت 1. فهنا بنفرضها بوينت او 2 مباشره، وبنحسب من البوينت او 2 عباره عن ايش؟ الدي. طبعا لما نحسب الدي يا شباب بروح احسب من الدي مين يا شباب؟ ابسلون على دي. بحسب من الدي بروح باخذ قيمه الدي هذه، يعني بعوضها في ابسلون على دي. هاي عوضناها هنا، طلعت معنا الدي قديش لما فرضنا بوينت او 2؟ طلعت معنا قيمه الدي قديش؟ 0.0567 متر. بروح بعوضها وين؟ في ابسلون على دي. هاي عوضنا الدي لها، هي عباره عن ايش؟ بس حولناها هنا لايش؟ لمليمتر، تطلع 56.7 مليمتر. وهذه الاي معطيني اياها في السؤال هو 0.015 مليمتر. بطلع معي قديش قيمه ابسلون على دي؟ 0.00026. وايضا بحسب قيمه الرينولد اللي هي حتساوي، طبعا الرينولد هي من هنا حسبناها، بس عوضنا ايضا هنا هي في دي على في، الفي اللي هنا عوضنا عنها بايش؟ بكيو على الاريا. تمام، فعوضنا ايضا في قيمه الرينولد، بيطلع معنا قيمه الرينولد قديش حتساوي يا شباب؟ 1.46 في 10 اس 5. بنروح عمود الدياجرام بنجيب القيمه المقابله لمين؟ لابسلون على دي والرينولد، بتطلع معنا قديش؟ 0.019. طيب بعد شباب ما جبت انا قيمه جديده لاف، ايش بدي اسوي؟ بدي ارجع اعوض في هذه في الدي هذه، اقول الدي حتساوي 0.124 مضروب في القيمه اللي جبتها الجديده هذه قديش حتساوي؟ 0.019 اس 5. تطلع معي قيمه جديده لدي يا شباب، اوقف؟ لا، كيف بدي اعرف انه الفرض تبعي صحيح؟ بروح بحسب دي جديده، او اسف بروح بحسب الرينولد جديد وابسلون على دي جداد. هينا حسبناهم هنا ابسلون على دي، وهي ايش؟ الرينولد. بعد ما نحسبهم يا شباب بنروح على مين؟ عمود الدياجرام ثاني، وبنجيب قيمة جديدة لاف. قديش قيمة جديدة لاف حسبناها؟ طبعا أول مرة فرضنا بوينت أو 2 طلع معنا القيمة هذه، ثاني مرة لما جبنا من اللي هو من المود الدياجرام طلعت معنا بوينت أو 1.9. ثالث مرة شباب عشان نتأكد حلنا صح ولا لا، رحنا جبنا اف ثالث مرة طلعت معنا بوينت أو 1.9. يبقى ايش؟ طبعا راح نجيب قيمة لدي راح تطلع نفس القيمة هذه اللي هي عبارة عن بوينت او 5.6 متر. يبقى بنقول القيمه الصحيحه لدي حتساوي بوينت او 5.6 متر. تمام، او 56 مليمتر. هيك بكون خلص يا شباب السؤال الثالث. يعني كل الشباب بقول لكم الفكره شغله تكرار، يعني ما فيش شغله جديده او ابتكار. مباشره انا بحسب من قانون اللي في الميجر لوسز، بحسب قيمه ايش شباب؟ بخلي المعادله يعني دلاله الدي والاف، يعني زي ملخص سريع للسؤال بنخلي المعادله دلاله الدي والاف. فبروح انا اول مره بفرض اف قيمه عشوائيه ما بين البوينت او 1 والبوينت 1، بيطلع معي قيمه لدي اول مره. هل هذه القيمه لدي صحيحه؟ مش عارف، انا بدي اتاكد. بروح بحسب منها ايبسلون على دي وبحسب بالرينولد، من هذول القيمتين بروح بحسب اف جديده، برجع بعوضها وين؟ بعوضها في معادله الدي هذه، فبطلع معي قيمه دي او قطر جديد. يعني القطر الجديد برجع بحسب انه مره ثانيه مين؟ الرينولد والابسلون على دي، بطلع معي قيمه اف جديده من مود الدياجرام، برجع بحسب منها قيمة الدي. إذا طلعت قيمة الدي الجديدة مطابقة للقيمة اللي قبلها بوقف، بقول إيش؟ الحل صحيح أو الفرض صحيح. مش نفسها يا شباب، بروح بإيش بأسوي؟ بآخذ قيمة اف الدي الاف هذه الجديدة اللي طلعت معي، بروح بإيش؟ بأحسب ابسلون على دي ورينولد نمبر جداد، وبأجيب قيمة اف جديدة. لعند ما تثبت معي قيمة الدي بوقف الحل عندي يا شباب، تمام؟ بقول هذه هي الدي اللي طلعت معي هي الصحيحة. طبعا غالبا يا شباب في الامتحانات يعني عشان أبسطها لكم
بيكون ما فيش اكثر من محاولتين، يعني اذا كان عندك اكثر من محاولتين او يعني ممكن في اقصى في اسوء الاحوال تكون 3 محاولات، اكثر من هيك يكون حلك غلط يا شباب، في عندك يكون مشكله في الحل، بيكون يعني في الاختصارات مش واصل للحل الصحيح. تمام. طيب نروح على السؤال 4 يا شباب. شباب بقول لك ان شون فيجر بالنسبه اللي هو الرسم المبين عندنا، بقول لك ذا كونكشن بايم از كوميرشال ستيل 6 سنتيمتر ان دايمتر هافينج ا رفنس هايت اوف 0.045 ملم. يقول لك شباب انه عندنا احنا بايب، هذا ستيل بايب قطره 6 سنتيمتر، الابسلون له بتساوي 0.045 ملم. قال لك شباب حدد لي الدايركشن وحدد لي ايضا ايش القيمة تبعت الفلو ريت، انك تجيب لي قيمة كيو والاتجاه السريان تاع الفلو. معطيك شوية معلومات، ميو بتساوي 1.10 سالب 3، وقال لك ايضا ايش اهمل الماينر لوسز، نيجليكت يعني اهمل الماينر لوسز. طيب زي ما شفنا شباب في السؤال اللي قبل هذا السؤال كيف جبنا او كيف عرفنا اتجاه السريان، بروح اشوف بسوي شباب بدي اجيب التوتال هيد عند هنا واجيب التوتال هيد عند النقطة الثانية، عند السطح هذا وعند السطح هذا، واللي عنده اعلى بقول من عنده الى ايش الى النقطة الثانية، هذا بقول اتجاه السريان. طيب لو جينا شباب نجيب التوتال هيد عند هنا، طبعا بدي افترض المرجع تبعي عند وين؟ عند سطح المية السفلي هذا، هان تحت عند نهاية ال 15 يعني. التوتال هيد عند النقطة هذه ايش حتكون عندي يا شباب؟ هذه نعتبرها الرقم 1. حنقول برشر هيد 0 فلوستي هيد 0 اليفيشن حتساوي 15. طيب عند النقطة الثانية يا شباب ايش حنقول؟ برشر هيد ايش حيساوي؟ هيها 200 يا شباب، حنقول 200 في 10 اس 3 طبعا انها بالكيلو، 200 في 10 اس 3 على رو في جي 9810 لانه هذا مي، زائد فيلوسيتي هيد 0 زائد اليفيشن 0، فبيطلع عندي بقارن قيمتين راح يطلع عندي قديش الناتج؟ هيها عندنا هنا 200 في 10 اس 3 على 9.81 بيطلع عندي قديش؟ 20.387. القيمة الثانية 15 لانه قلنا فيش برشر ولا في فيلوسيتي. فالقيمة الأكبر عند مين يا شباب؟ عند النقطة رقم اللي هي ايش؟ عند النقطة اللي عندها الضغط، يعني هنا على اليمين، هذا هي قيمة الضغط الأعلى وين عندنا؟ على اليمين. فاتجاه السريان من وين؟ برقم له اياها، بتكتب له مثلا هنا 1 وهنا 2 أو هنا A وهنا B، بتكتب له من A إلى B أو من 1 إلى 2، هيك يعني بكون جواب السليم عندك على الورقة. تمام؟ أو إذا كان مرقم بكون كتب لك رقم 1 هو ورقم 2 هنا، بتكتب من 1 إلى 2 أو من 2 إلى 1. المهم احنا اتجاه السريان عندنا في الحل عندنا هذا من وين؟ من اليمين إلى اليسار. تمام؟ طيب المطلوب الثاني يا شباب انه انا ايش بدي اجيب؟ بدي اجيب قيمة الفلو هذا، كيف بدي اجيبها يا شباب؟ نكمل، فمعنى التوتال هيد عند 1 تساوي التوتال هيد عند 2. جبت القيم انا، فبقول عنده عندي ايش راح اقول؟ برشر هيد عند 1 زائد فلوستي زائد اليفيشن حتساوي برشر هيد زائد اليفيشن زائد فلوستي هيد زائد الهيد لوس. تمام؟ يعني شباب احنا الفكرة بشكل عام احنا ليش بنجيب اتجاه السريان من الى؟ على اساس يا شباب انه التوتال هيد عند 1 اللي هو الكامل هو الطبيعي اللي ما صارش لسه عندي فقد، بدي يساوي الثاني زائد الفقد، فانا ما ينفعش يعني احط الفقد في الطاقه او اللوسز هذه احطها جنب التوتال هيد واحد، بكون حلي غلط يعني. تمام؟ يعني مثلا واحد بيسال فكره مثلا ليش بيحطوا لنا حد انت تجاه السريان؟ عشان شباب انت تكون عارف انه احنا لما بنطبق معادله برنولي الهيد لوس هذه تعويض للهيد المفقود، احنا لازم الهيد لوس عند 1 يساوي عند 2، الفاقد كله انا قاعد بحطه. فاذا انا حطيت الفاقد جنب يعني في الطرف اللي ما فيش فيه فقد لسه، اللي لسه عند الهيد كامل، بكون الحل تبعي غلط شباب من الاساس بكون. تمام؟ طيب فاحنا يا شباب عندنا اللي هو حنقول لو برشر هيد زائد فيلوسيتي هيد زائد اليفيشن عند 1 اللي هي عند مين؟ يعني هذا عند الطرف اليمين، هذا الكلام عند الطرف اليمين، حيساوي عند الطرف اليسار زائد مين؟ زائد الهيد لوس. طيب فحيكون عندنا للطرف اليمين طلع معنا قديش الهيد عنده؟ اللي هو هاي القيمه هذه ال 20، هاي نزلناها زي ما هي 20.387 حيساوي ال 15 زائد الهيد لوس. طبعا بنقلب 15 صيد التيرم بيطلع معنا الهيد لوس كله كامل ايش حيساوي؟ 5.38. وهو قال لي يا شباب في السؤال ايش؟ قال لي اهمل الماينر لوسز، يبقى حنقول سمشن هيد لوس ايش حتساوي؟ اتش اف زائد اتش ام، الاتش ام زيرو اهملها قال لي، فبطلع عندي ايش؟ الاتش سمشن هيد لوس كله ايش حيساوي؟ هو الاتش اف. تمام؟ هاي الكلام مكتوب عندنا هنا. طيب بعدين شباب ايش بدي اسوي؟ بدي اعوض في القانون او المعادله تبعت الاتش اف اللي عباره عن دارسي وايزباخ، هذه المعادله اللي احنا حافظينها حنكون عباره عن ايش؟ حنقول 5.38 حتساوي اف ال على دي في تربيع على 2 جي، الاف مش معروفه خليها، ال اللي هو طول البايب معطيني اياه قديش؟ 50، عطيني اياه على الرسم يا شباب ال 50، لاحظوا مش موجود في السؤال. ال 50 مش موجود في السؤال، هي موجوده عندي تحت، تمام؟ حنقول اللي هي ال 50 الكلام هي احنا عندنا هنا 50 على الدايمتر معطيني اياه في السؤال 6 سم، هي بوينت او 6 في الفي تربيع مش عارفينها على 2 جي 19.62. طيب اللي يبقى المعادله كلها شباب عندنا بدلاله مين؟ بدلاله اف والفي، الاف والفي
فبتطلع معنا شباب في حتساوي عباره عن ايش، او في تربيع حتساوي بنت 1.26 على اف. خلي هذه المعادله رقم واحد، تمام. نروح نجيب شباب مين؟ الرينولد والابسلون على دي عشان نجيب قيمه لاف. بدنا نفرض قيمه لاف من خلال مين؟ ابسلون على دي والرينولد. لو جبنا جينا نحسب الرينولد نمبر يا شباب ايش حيساوي؟ الرو معطيني اياها 100 يبقى 1000. الفي مش عارفينها خليها مجهوله. الدي دايمتر اللي هو 0.06 على الميو معطيني اياها في السؤال. بجمعهم بطلع معي الرينولد حيساوي 60000 في. الابسلون على دي قال ايش يا شباب حتساوي؟ الابسلون معطيني اياها في السؤال عبارة عن 0.045 مليمتر على الدي كقدر هي 6 سم، بحولها لمتر بتطلع عندي 60 مليمتر، تمام؟ حولها لمليمتر يعني. فبطلع معي شباب بختصرهم اي على دي بتطلع معي قديش القيمة؟ 0.00075. بروح عمين يا شباب عمودي دياجرام، من عمودي دياجرام باخذ القيمة يعني بفرض قيمة مباشرة ايش حتساوي؟ القيمة المقابلة لل 0.00075. القيمة المقابلة لها على الطرف اليسار بجيب القيمة مين؟ قيمة اف. بعد ما اجيب قيمه اف ايش بدي اسوي؟ بروح بعوض في المعادله هذه هان، بجيب قيمه للسرعه. بعد ما اجيب قيمه للسرعه الكلام هاي بحكيها انه هنا جبنا قيمه، فرضنا قيمه الاف من ودي دياجرام، اجينا حسبنا الفي او السرعه يعني. بعد ما حسبنا السرعه بروح بنحسب مين؟ بنحسب الرينولد نمبر. بعد ما حسبنا الرينولد نمبر معنى الابسلون على دي ثابته بتتغيرش يعني، فايش بنروح بنجيب بنحسب اف جديده. بعد نحسب اف الجديده شباب بنحسب مين؟ بنحسب سرعه جديده. اذا نفس السرعه، اذا السرعه هذه الجديده طلعت نفس السرعه اللي قبل شوي حسبناها اللي هي هذه بنوقف. طبعا ما طلعتش نفسها، لاحظوا هذه 2.51 وهذه 2.64. يبقى ايش بدي اسوي؟ بدي احسب رينولد كمان مره اللي هو هنا حسبناه طلع معنا 1.5 × 10^5، وبحسب ابسلون عادي ثابته زي ما هي. بروح عمودي دياجرام بجيب من وين يا شباب؟ بجيب منه قيمه اف جديده، بحسب منها ايش هذه الاف؟ بحسب منها الفيلوسيتي السرعه، هينا حسبناها طلعت نفس القيمة اللي قبلها ولا طلعت نفسها، يبقى خلص هيك بكون ايش لعند الهنا الفرض صح، وبقول انه القيمة الصحيحة لـ V هي ايش؟ القيمة 2.51 متر على السكن، تمام. هيك بكون خلص حل السؤال. بظل عندي اجيب لي فلو اللي حيساوي كيو حتساوي الاريا ضرب الفيلوسيتي. الاريا باي على 4 دي تربيع، باي على 4 القطر كم معطيني 6 سم بحوله لمتر 0.06 تربيع. في السرعة اللي هي جبتها انا 2.51 بطلع معي 0.00771 متر مكعب على السكن، تمام. هيك خلصنا السؤال الرابع. نيجي على السؤال الخامس والاخير يا شباب. السؤال الخامس بيقول لك two reservoirs having a constant difference in water level of 66 متر are connected by a pipe having diameter 225 مليمتر. يعني شباب اعطاك فرق المنسوب 66، اعطاك القطر 225، الطول كامل اعطاك اياه طول كامل للبايب 4 كيلومتر. بيقول لك شباب the pipe is tapped at point C which is located 1.6 كيلومتر from the upper reservoir. شباب بقول لك انه البايب الرئيسي هذا صار فيه تابنج، يعني ايش؟ صار فيه تفريع يا شباب من عند على بعد مسافه 1.6 كيلومتر من ايش؟ من النقطه بي. هاي 1.6 موضح رسم طبعا الكلام، لو مش موضح شباب تقدر تتخيل او ترسم وانت اذا بلزمك يعني رسم. هاي على بعد 1.6 كيلومتر من اللي هو الريزرفوار اللي عندنا او من النقطه بي صار في عنا تفريعه، والفلو طلع منها بقول لك شباب 0.425 معطى برضه، تمام. هي كتب لك اياه ووتر درون، يعني يتم سحب درون اوف ينسحب او يخرج من هذا التفريعه بريت معدل 0.425 متر مكعب على السكن. بقول لك شباب ديتيرمن ذا فلو ريت ات ويتش ووتر انترز ذا فلو ذا لور ريزرفوار. بقول لك شباب انه جيب لي قيمه اللي هي السرعه اللي بدخل فيها الفلو هذا الى الريزرفوار الثاني. يعني شباب كانوا بقول لك هنا في عندنا في وهنا في عندنا في، بدي الفي 2 هذه اللي هنا، تمام، اللي عند اشاره الماوس هنا عند دي. بقول لك شباب يوز افريكشن كوفيشنت اوف اف، بقول لك قيم الافريكشن معطيك اياها بتساوي قديش؟ 0.036. هذا للميجر لوسز. الماينر لوسز قيم الكي ايش راح تساوي؟ اللي هو كي انترنس اللي هو عنده نقطه بي يعني هنا نص شارب ايدج كانه يعني، الاكزيت 1 والكي فالف اللي هي هذه حتساوي ايش؟ 5. طيب كيف شباب بدنا نجيب له قيمه الفي هنا؟ حنطبق توتال هيد عند هنا، حنسوي توتال هيد عند الريزرفوار الثاني زائد سميشن لوسز، تمام؟ طيب بنطبق مباشرة نبدأ بالحل. عند الـ A طبعاً حط المرجع تبعنا هو ايش؟ سطح الخزان هذا يا شباب. طيب يبقى عندنا البريشر هيد عند الـ A حيساوي 0، فلوسيتي هيد 0، الإليفيشن 66. حيساوي عند الـ E ايش التوتال هيد؟ التوتال هيد حيساوي بريشر هيد 0، فلوسيتي هيد 0، إليفيشن 0، بس حيساوي مين عندنا؟ الهيد لوس. يبقى الهيد لوس كامل سميشن هيد لوس ايش حيساوي؟ 66. الكلام هي مكتوب عندنا هنا سميشن هيد لوس حيساوي 66، تمام. لحد الحين فيش شيء جديد. طيب حنقول ال 66 يا شباب ايش اللي هتساوي؟ هتساوي الاتش اف زائد الاتش ام اللي هي الميجر لوسز والماينر لوسز. طبعا هنا قال لي الماينر لوسز بدك تاخذها بعين الاعتبار، مش زي السؤال اللي قبله قال لي اهملها.
طيب ان شاء الله. بس نلاحظ شباب شغله الحين بدنا نيجي نحسب الاتش اف ايش حنقول اف ال على دي في تربيع على 2 جي تمام. نلاحظ شغله شباب يعني اللي هو الشيء الجديد او الفكره الجديده في السؤال انه شباب عندي القطر ثابت بالنسبه للجزئين ولكن الفلو يا شباب والطول مش ثابت بالنسبه للجزء الاول والجزء الثاني تمام. الفلو عندنا شباب في الجزء هذا والجزء هذا مش ثابت، يبقى انا قيمه الفريكشن يعني في الجزئيه من بي لعند السي حتكون مختلفه عن الجزئيه من سي لعند الدي، لذلك بدي اعوض بقانون الميجر لوسز مرتين لنفس ايش الفايب هذا. نيجي نشوف الحل اللي انا بحكيه. هي عندنا اول حاجه بدينا بايش بالميجر لوسز، وانا اتشوف ايش حتساوي اف ال على دي في تربيع على 2 جي. فانا كتبنا هنا شباب 4 بارت 1 حسبنا بالنسبه للجزئيه الاولى اللي هي اول كيلو 600 متر الموجوده على الفايب تبعنا، حتساوي ايش عندنا؟ الاف اعطاني اياها ثابته للقطعتين من البايب يعني اداني اياها 0.036 في السؤال معطيني اياها مضروب في الطول اللي هو ايش قال لك كيلو 1.6 كيلو متر حولها لمتر 1600 متر على الدي الدايمتر عندنا قديش 0.225 قال لك برضه ثابت للجزئين. طيب مضروب في في 1 تربيع على 2 جي. طبعا في 1 السرعه يا شباب هنا بتختلف ما دام الفلو يا شباب بيختلف الفلو يعني صار في عندنا الفلو اللي هنا مش نفس اللي هنا يبقى السرعه اللي هنا مش نفس اللي هنا بما انه القطر ثابت. ليش؟ عشان يصير عندي ايش اللي هي كونتينيوتي ايكويشن اطبقها بطلع عندي الحل يكون عندي اتزان. طيب فايش يعني شباب حنعوض هنا؟ حنخليها كلها بدلاله مين؟ بدلاله في 1 تربيع، دلاله في 1 تربيع. طيب بالنسبه للجزئيه الثانيه شباب نفس الحاجه اف ال على دي في تربيع 2 جي، الاف هو نفسه قال لك ما تغيرش، الطول هو كان طول كامل عندنا قديش يا شباب؟ عباره عن 4 كيلو متر. اخذنا كيلو 600 قديش بضل عندنا 2400. الكلام هذا بحكيه يا شباب لو ما كانتش الرسمه موجوده نكون هذا الكلام متخيلينه. على القطر ثابت قال لك ما تغيرش مضروب في في 2 تربيع على 2 جي، فطلع المعادله بدلاله مين؟ دلاله في 2 او في 2 تربيع. فبطلع عندي شباب ميجر لوسز بأجمعه بطلع عندي 13.05 في 1 تربيع زائد 19.6 في 2 تربيع تمام. طيب خلصنا شباب من الميجر لوسز خليهم زي ما هم بدلالتهم بدلاله يعني الفي 1 والفي 2 نروح على مين؟ على الماينر لوسز. الماينر لوسز يا شباب عندي زي ما قلنا عباره عن ايش؟ عباره عن انترنس واكزيت وفالف، ثلاث شغلات عندي هاي انترنس واكزيت والفالف يعني ثلاث مرات حعوض بكي في تربيع 2 جي. طيب هاي بالنسبه للانترنس الكي تبعتنا قديش حدنا اياها؟ شارب ايدج يبقى نص، نص في 1 مجهوله على 2 جي بخليها ايش زي ما هي بتطلع عندي لو اختصرتهم بس مع بعض بتطلع معي 0.0255 في 1 تربيع. لاحظوا دلاله مين؟ في 1. طيب نروح على مين؟ على الاكزيت برضه عندنا 1 مضروب في 2 تربيع على 2 جي. لاحظوا شباب يعني الاكزيت بكون في الجزئيه الثانيه، الجزئيه الاولى اللي فيها في 1 بنستخدم فيها من بي لسي، واللي بنستخدم فيها في 2 من سي لعند الدي. الاكزيت وين يا شباب؟ بتكون البايب هنا يبقى هيدي الفي 2. الفالف حستخدم فيها في 1 ولا في 2؟ برضه في 2. ليش يا شباب؟ في الجزئيه من سي لدي. طيب نروح على الفالف، هيها عندنا 5 في 10 في في تربيع على 2 جي، الفي تربيع مجهوله. طبعا في 2 على 2 جي، فبيطلع معنا شباب قديش؟ 0.255 في 2 تربيع. جمع الماينر لوسز كلها مع بعضها يا شباب، حصل عندي 0.255 في 1 تربيع زائد 0.051 في 2 تربيع زائد 0.255 في 2 تربيع، عندك يا شباب هذه في 2 وهذه في 2 تربيع، فاجمعهم يعني بنجمعهم مع بعض، بطلع معي بتصير عندنا 0.255 في 1 تربيع زائد 0.362 تربيع، هذه 0.3 من وين؟ جمع هذه وهذه، تمام؟ طيب الحين شباب بدي اجمع اللوسز كلها الميجر والماينر مع بعض واسويها بال 66. جينا نجمعهم يا شباب في اشياء بتنجمع يعني في 1 تربيع وفي 1 تربيع بجمعهم مع بعض، وفي 2 تربيع مع في 2 تربيع بجمعهم مع بعض. فبطلع معي 66 حتساوي 13 بعد ما جمعتهم يعني 13.075 في 1 تربيع زائد 19.9 في 2 تربيع. طبعا يا شباب عندي مجهولين بمعادلة واحدة. فأنا بدي يا شباب معادلة ثانية تحل السؤال اللي هي معادلة مين اللي بتحل دائما عندنا؟ الكونتينيوتي ايكويشن. طيب الكونتينيوتي ايكويشن يا شباب اطبقها بين مين ومين يا شباب؟ راح اقول يا شباب انه الفلو في الجزئيه بي سي حيساوي الفلو في الجزئيه سي دي زائد ايش؟ زائد البونت او 4.25 عشان يكون عندي اتزان، لازم الفلو اللي هنا يساوي الفلو اللي هنا، كيف حيكون؟ الفلو البي سي بده يساوي السي دي زائد هذا اللي طلع عندنا اللي هو صار في عندنا ايش؟ تابرنج، لما قلنا في عندنا ايش؟ تابد ات بوينت سي يعني انه في عندنا تفريع تمام؟ يبقى حنقول الكونتينيوتي حنقول الكيو 1 تساوي كيو 2، الكيو ايش حتساوي؟ اي ضرب الفي، جينا عوضنا مباشره الاي فكها يعني مباشره، شباب التعويض هذا معوض مباشره، المفروض نقول كيو 1 تساوي كيو 2 زائد 0.0425، بعدين نقول الكيو ايش حتساوي؟ اي ضرب الفي،
هنا معوضين هالاريا ايش حتساوي باي على 4 الدايمتر ثابت 0.225 تربيع في في 1 حتساوي 0.0425 زائد اللي هي الاريا 2 باي على 4.255 تربيع نضرب في في 2. طبعا شباب حنجمع المعادلة تطلع نخليها كلها بدلالة في 1. ليش يا شباب؟ عشان اعوض عن في 1 هنا واطلع في 2 لانه انا بدي في 2. طيب خلينا هذه المعادلة بدلالة في 1 هتصير عندنا في 1 هتساوي 1.068 زائد في 2. بنعوض هذه شباب المعادلة وين؟ بنعوضها هنا عن في 1 هذه. فبطلع معنا شباب بعد ما نختصرها ونظبطها المعادلة بطلع معنا قيمة في 2 حتساوي 0.89 متر على السكن. كيو 2 ايش حتساوي؟ يبقى الاير ضرب الفي حنقول الاريا باي على 4 دي تربيع قطر بيختلفش يعني 0.255 تربيع مضروب في السرعه 2 اللي هي عباره عن قديش 0.89 هي عوضناها هنا فبيطلع معنا قيمه كيو 2 حتساوي 0.0354 متر مكعب على السكن. هيك شو بنكون خلاص السؤال الخامس اللي هو السؤال الاخير كان عندنا. ان شاء الله يعني تكون محاضرة سهلة وبسيطة شباب، هو يعني شبت وصلتنا شبت السهلة والبسيطة، ممكن بس بياخد شوية وقت ولكن الحل نظامي وسهل جدا يا شباب. طبعا شباب ان شاء الله زي ما قلت لكم راح يكون عندنا كويز في شابتر 3 في قادم الايام، بس ان شاء الله المحاضره الجايه يعني في المحاضره المبريره راح نشرح شابتر 4 باذن الله. الى اللقاء في محاضرات اخرى ان شاء الله.